في إطار دراسة عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى تدريجيا، أقيمت صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد ووزارة الأوقاف، وتمت الصلاة مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي. كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قد لفت إلى استمرار تعليق الجمع والجماعات في بقية مساجد الجمهورية. أصبح ثابتا ألا صلاة جمعة داخل المساجد بعد قرار وزارة الأوقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعات أواخر مارس الماضي خشية إصابة المصلين بفيروس كورونا الذي اجتاح البلدان. فعلى مدار 9 جمع علقت فيها الصلاة تعود أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة، لكن بضوابط وقائية تعتمد على التزام المصلين وتضمن عدم انتشار الفيروس، تأكيدا لما صرحت به الوزارة سابقا: الساجد قبل المساجد. حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية هذه الأزمة، وكلها يعني لها سند شرعي وتصب في الضروريات والكليات الست التي جاء الإسلام ليحافظ عنها. فالشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على الدين، لتحافظ على النفس، لتحافظ على العرض، لتحافظ على المال، لتحافظ على العقل، لتحافظ على الوطن. والقاعدة تؤصل أن كل ما يثبت أنه يضر فهو محرم. أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد تأتي بمضمون موضوعها: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية. الأمر يحتاج إلى أخذ بالأسباب، يحتاج إلى وعي مجتمعي، يحتاج أن احنا نشعر بالمسؤولية. أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العدوى وقال: لا يوردن ممرض على مصح، وقال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. بادرة خير تبشر بعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها الأولى خلال الفترة القادمة، ضمنها خطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، لكن بضوابط وإجراءات وقائية، حيث أثبتت محنة كورونا أن صحة الإنسان وسلامته هي القاعدة الثابتة، وما عدا ذلك يمكن تغييره. من مسجد السيدة نفيسة، وليد هيكل، التلفزيون المصري.